مرحبا بكم طلبة وطالبات مدرسة دار المعارف في مادة الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي. أهلا بكم. النهاردة درس جديد هو الخصائص السكانية للبيئة الصحراوية. سكان البيئة الصحراوية عددهم قليل، بيعيشوا في 5 محافظات بس معروفة بمحافظات الحدود، ودي المحافظات اللي بتقع على حدود مصر مع الدول الأخرى. هما 5 محافظات: مطروح، الوادي الجديد، شمال سيناء، البحر الأحمر، جنوب سيناء. أكبر محافظة فيهم من حيث السكان هي محافظة شمال سيناء. طب بيعيشوا فين السكان في المحافظات دي؟ عندي 3 مناطق: في الواحات عشان يشتغلوا بالزراعة معتمدين على المياه الجوفية اللي موجودة هناك، ودي طبعا موجودة عندي في الصحراء الغربية زي ما احنا عارفين، يا إما في مناطق التعدين واستخراج البترول، يا إما في مناطق الرعي عشان عندي عشب ومياه وهيقدروا يرعوا ويربوا الأغنام. ايه الخصائص اللي بتميز لي سكان البيئة الصحراوية عن البيئات الأخرى؟ بيتميزوا بالترابط الأسري، الزواج بين الأقارب، وحجم الأسرة بتاعهم بيبقى كبير. الخصائص الاجتماعية بتاعتهم هبدأ بالعادات السلبية: الزواج المبكر، عمل الأطفال في الرعي والزراعة، العلاج بوسائل بدائية، لأن هم هنا ما بيلجأوش للطب، بيلجأوا للعلاجات البدائية اللي بيستخدموها، أي علاجات مش معترف بيها طبيا زي الأعشاب والكلام ده، مما بيؤدي عندي لزيادة أعداد الوفيات الخاصة بالأطفال. أما العادات الإيجابية، بيحافظوا على التقاليد بتاعتهم وتراثهم في عادات الزواج في الأفراح بتاعتهم، بيحترموا المجالس العرفية اللي بيبقى الرئيس بتاع شيخ القبيلة، أي مشكلة في القبيلة بتجتمع القبيلة ومعاها شيخ القبيلة بتاع اللي هو يعتبر أكبر شخص موجود هناك، وبينفذوا قراراته وهو اللي بيحل المشكلة دي. إكرام الضيف من العادات الإيجابية بتاعتهم، تكوين علاقات طيبة مع سكان البيئات الأخرى، ليهم علاقات كويسة مع سكان بيئات صناعية، الزراعية، الساحلية. الخصائص التعليمية، ارتفاع نسبة الأمية في البيئة الصحراوية، نسبة الأمية هناك مرتفعة لكن بدأت تقل بشكل تدريجي. ليه؟ لأن من هنا الدولة بدأت تعمل جهود من بناء مدارس وكليات ومعاهد، واستغلت وجود كتير من أبناء البيئة الصحراوية اللي أصبحوا مهندسين، أطباء، أساتذة في الجامعات، علشان يقدروا يخدموا البيئة بتاعتهم والمجتمع بتاعهم ويقدروا يطوروه وينموه. الخصائص الاقتصادية اللي بتميزهم، معظم السكان بيشتغلوا بالرعي والزراعة، وانخفاض مستوى المعيشة هناك. النتيجة المترتبة على قلة الموارد الطبيعية في البيئة الصحراوية، ظهرت عندي مجموعة من المشكلات الاقتصادية زي نقص الغذاء، الاعتماد على البيئات الأخرى عشان يقدروا يسدوا احتياجاتهم عن طريق التجارة فيما بينهم، يا إما لو معرفوش بيضطروا للهجرة للبيئات الأخرى. طب الدولة عملت إيه عشان تحل المشكلات الاقتصادية لسكان البيئة الصحراوية؟ أول حاجة حاولت تعمر الصحراء وتستصلحها، وتستصلح الأراضي اللي موجودة هناك عشان تقدر تساعد على زيادة التبادل التجاري مع البيئات الأخرى، يبقى في منتجات يقدروا يتبادلوها مع البيئات التانية. الاهتمام بالمشروعات السياحية، بتشجيع المستثمرين على إنشاء المنتجات والفنادق، لأن الصحراء بتجذب السياح علشان يقدروا يعملوا سياحة السفاري اللي بتعتمد على المغامرة والحياة البدائية، والسياح بيحبوا الحياة دي، بيحبوا المغامرة دي. وبكده يكون الدرس بتاعنا انتهى، ويا رب نكون اتوفقنا في توصيل المعلومة، وإلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله.